يا أيها الناس، بدون أن تكونوا مؤمنين حسينيين لن يقبل الله منكم صرفاً ولا عدلاً ولا صلاةً ولا صياماً. بحق أقول لكم إن الحسين شرط جوهري من شروط الإيمان وجزء أساسي من أجزاء العمل الصالح. لقد علمنا الحسين عليه السلام بشهادته أن لا أحد على الإطلاق أعز من أن يكون شهيداً في سبيل دين الله ورسالة أنبيائه. إذا كنت على وشك أن تقع أسيراً لليأس فتذكر ما فعله الحسين عليه السلام في لحظاته الأخيرة. لقد نسى كل عذاباته وجراحاته وكرباته وتعلق بالأمل بالله والتوكل عليه والصبر على بلائه. عندما يطالبنا الحسين عليه السلام بأن ننصره منادياً هل من ناصر ينصرني، فهو يجيز لنا أن نلبس عمامته وأن نمتشق حسامه وأن نمتطي جواده لنقاوم كل حاكم يجلس في مسند يزيد ونقاتل كل زعيم يركب حصان عمر بن سعد ونواجه كل جزار يحمل خنجر شمر بن ذي الجوشن ونصارع كل شرطي يستخدم سهام حرملة بن كاهل.